أعوذ بالله من الفقر الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وفق جميع المشتغلين في العلم والعمل الصالح. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 ورد عن مولانا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله. طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. العقل هو المادة الخطابية التي يخاطب بها كل عاقل، لغة مشتركة بين جميع البشر. تستطيع أن تخاطب بها البوذي، كل من يحمل عقل تستطيع أن تخاطب بهذه المادة، المادة العقلية. ليش؟ وعندنا أهل كتاب، عندنا بوذيين، عندنا ملحدين، عندنا هذه كلها خصوصيات. جرد الخصوصيات يبقى إنسان عاقل. اللغة بينك، اللغة المشتركة بينك وبين جميع البشر هي العقل. إذن العقل لغة ومادة خطابية تستطيع أن تخاطب بها كل إنسان. ولهذا جاء القرآن الكريم وروايات أهل البيت عليهم السلام تأكيداً على هذه المادة وهذا الأصل التي تستطيع أن تخاطب به كل عقل. ولهذا كانت من مبادئ الفرقة المحقة من مبادئها العقل. يعني العقل تشوفه مهيمن في جميع المبادئ المعرفية والمبادئ العملية. يعني أصول الدين التي نعبر عنها بأصول الدين، الأمور المعرفية التي فيها جنبة معرفية، جنبة إيمانية، جنبة قلبية، ما يترتب عليها عمل. والأمور العملية العبادية، صلاة، صيام، تجارة، بيع، نكاح، حلو مجر. تشوف دائما العقل يتزامن سواء كان في الأصول أو في الفروع. فإذا العقل مادة مأخوذة في أصول الاستنباط والاستدلال سواء كان في الموارد المعرفية أو في الأمور الفرعية. ولهذا ما دام مذهب أهل البيت عليهم السلام يعتمد على عنصر العقل، إذن تستطيع أن تخاطب بهذا المذهب كل من يحمل عقل مهما كانت انتماءاته. ليش؟ لأن أصولنا وفروعنا العقل مزامن معها. نعم، فالشارع لا يمكن أن يأتي بشيء يخالف العقل، لا يمكن. لكن ربما يأتي الشارع بشيء لا يدركه العقل، وكم فرق بينهما. العقل أكو عنده مساحة يحكم فيها، مساحة أخرى يقول أنا جاهل ما أدري. وهكذا بقية العلوم، علوم التجريبية وغيرها، العقل يقول أنا ما أدري هذه الورقة تسبب هذا الشفاء أو ترفع هذا المرض، هذا مو أمر عقلي، هذا أمر خاضع إلى التجربة، خاضع إلى الوقوف على سبب أن هذه الورقة تحمل عناصر خاصة تدفع ذلك الداء المعين. يعني ما أعرف المدى. إذن أنت أيها العاقل في هذه الموارد ما هي وظيفتك؟
يقول أنا جاهل. إذا أنا جاهل عندك حكم؟ بني قال عندي حكم أن يرجع إلى أهل الخبرة. ليش؟ لأن أهل الخبرة في هذه المجالات أقرب إلى الواقع من غيرهم. تريد تصيب الواقع؟ تريد الدواء الذي يرفع المرض؟ تريد تلك المعادلة التي تحقق تلك النتيجة؟ تقول أنا ما أدري. لكن إذا دار الأمر بين أهل الخبرة والمتخصصين في ذلك المجال وبين غيرهم من الجهلاء الذين ليسوا من أهل ذلك العلم، واضح أن هؤلاء أقرب إلى الواقع، أهل الاختصاص أقرب إلى الواقع من غيره. نفس الشيء لما تنظر إلى مسألة الأمور الفقهية، الأمور الفقهية لما تنظر إليها يدور الأمر بين أن تقلد عالما فقيها أو تقلد غير فقيه. العقل شو يقول؟ يقول هذا اللي مكرس نفسه 70-80 سنة يحقق في المادة الاستدلالية التي توصل للأحكام الشرعية، وبين واحد مو دارس أو دارس لم يصل إلى تلك المرحلة. واضح هذاك نسبة موافقته وإصابة الواقع 80% مثلا، وهذا الجاهل أو المتعلم الآن متعلم سنة سنتين أكو 20% احتمال يصادف الواقع. فيدور الأمر بين 80% و20%. العقل شو يقول؟ يقول والله 80% هي تصادف الواقع على غيرهم. واحد يقول أنا كما أن للفقيه عقل أنا لعقلي، بعد هذه القاعدة عممها، كما أن للطبيب عقل أنت لك عقل. ليش هذه ما تجري الدائرة؟ لأن أحكام العقل خاصة لك عقل، العقل له سعة دائرته، له مجال العقل يحكم فيه أو لا يحكم فيه، يحكم بالإثبات أو يحكم بالعدم. أما بعض القضايا العقل يقر ويعترف ويقول أنا جاهل، هذه مش شغلتي. ولهذا العقل تراه مزامن، أي حكم يتنافى مع العقل لابد يوقف. ولهذا إذا جاءت لنا آية مقطوعة الصدور، الآية بعد مقطوعة الصدور لكن ظاهرها ظني، غير الظاهر أمر ظني، كما قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم، هذه يد شو المراد بها؟ قطعا هذه صدرت لأنها قرآن كريم من شك فيه، لكن ظاهرها اليد، المراد بالظاهر اليد. طبعا هذا الظاهر المراد واليد بمعناها الحقيقي هي اليد الجسمانية. فهل الله عز وجل له يد جسمانية؟ ونحن نعرف أن اليد الجسمانية تحتاج إلى، في وجودها تحتاج إلى مكان، والذي يحتاج في وجوده إلى غير هذا مو الله، هذا مو إله. شنو الفرق بينه وبيني؟ أنا أحتاج في وجودي إلى غيري وذاك يحتاج في وجوده إلى غيره، والمحتاج في وجوده إلى غيره أمر معلول مخلوق. إذا هذا مو إله. العقل يقول لابد إذن المراد من هذا الظاهر اليد هي الجسمانية، المراد غير ظاهرة بقرينة العقل، لأن الشارع لا يأتي بشيء يخالف العقل، والمتكلم عالم عاقل ويخاطب عقلاء. إذن المراد بيد الله قوة الله عز وجل، قدرة الله عز وجل، لا هذه اليد الجسمانية. إذن أكو عندنا مساحة يحكم فيها العقل، وأكو عندنا مساحة العقل يقول أنا جاهل أنا قاصر. نعم يشترط في الموارد التي يكون العقل جاهلا فيها أن لا يأتي ذلك العلم بشيء يتناقض مع العقل. مثلا اجتماع النخبين، السلب والإيجاب يستحيل اجتماعهما. مثلا هذا الدواء رافع للألم، للألم المعين، وفي نفس الوقت لا يرفع الألم المعين، ما يمكن، إما يرفع أو ما يرفع.
أما في نفس الوقت يؤدي إلى النتيجة ويؤدي إلى عدمها، يستحيل وجود، لأن العدم والوجود يستحيل تحققهما في الخارج. فالعقل يقول أنا أقبل نتائج الطب، أنا أقبل نتائج الفيزياء والكيمياء، لكن لا أقبل أن هذه النتائج تخالفني. علم من العلوم يأتي بنتيجة ويأتي بنقيضها في آن واحد، مستحيل، هذه النتيجة قطعا خطأ. نعم يأتي بالسلب أو الإيجاب أنا ما أدرك، نعم، أما يأتي بالسلب والإيجاب فهذا من المستحيلات. إذن العقل هو لغة عامة نستطيع أن يخاطب بها كل إنسان. لما ننظر إلى الأمور المعرفية، طبعا الأمور المعرفية يعني أصول الدين، وجود الله عز وجل، صفات الله، منها العدل ومنها أنه غير مركب، ومنها إثبات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله. صل على محمد وآل محمد. إثبات النبوة العامة وإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله. إثبات الإمامة والخلافة. إثبات المعاد. إثبات العادل، أن الله عادل. هذه أمور معرفية، أصول أولية تعتمد على العقل. ليش؟ لأن طبيعة المعارف ذات مراتب. يقول لي واحد ليش ما تستدل على وجود الله عز وجل وعلى توحيد الله عز وجل بالآية والرواية؟ أقول لك الآية والرواية فرع وجود مرسل، لأن الرسول الآية والرواية تتوقف على وجود الرسول، ووجود الرسول يتوقف على وجود المرسل، بل مو تتوقف على وجود، تتوقف على صفات المرسل. إذا علمنا بأن الله أثبتنا وجود الله أول، ثم أثبتنا أنه عادل حكيم، تعالوا نثبت بعثة الأنبياء، بعد بعثة الأنبياء ما يمكن في مقام الاستدلال في الأمور المعرفية أن تأتي بآية ورواية. نعم الأمور المعرفية على نحوين، قضايا معرفية مصدرها العقل فقط وفقط، لكن بعض قضايا المعرفية بعد إثبات الرسالة النبي صلى الله عليه وآله يقول أخبر الصادق الأمين بأنه يوجد صراط، يوجد ميزان، يوجد سؤال منكر ونكير، يوجد عالم برزخ. هذه أمور ما يترتب عليها عمل، لكن أمور معرفية يجب الاعتقاد بها والإيمان بصدقها. لكن هذا مو منشأ العقل، العقل ما يقول لك في ميزان، العقل ما يقول لك في تطاير كتب، العقل ما يقول في صراط، العقل يقول في حساب في تلك الدار. أما الكيفية يحضر منكر ونكير أو مبشر وبشير عند الموت، العقل ما يقوله. لكن لأنه لما أثبتنا صدق النبوة بالدليل العقلي وجب علينا أن نقبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. الله صل على محمد وآل محمد. إذن أكو عندنا تراتب في المعارف. ما أقدر أتكلم واحد يناقش في نبوة النبي إلا إذا أثبتنا وأقر أن هناك إله، ولهذا تستطيع أن تحاجج المسيحي واليهودي، لأن اليهودي والمسيحي يعتقدون بوجود إله. أما إذا واحد ما يعتقد بوجود إله، لابد أثبت له أن يوجد إله، ما هي صفات ذلك الإله، هذا كلها تراتب. ثم نأتي إلى مسألة النبوة. كذلك ما أقدر أتكلم وياه في الوصية وخليفة رسول الله إلا بعد معرفة النبي، إثبات النبوة، إثبات الرسالة. هل أقدر أثبت أن هذا الرسول له خليفة لو ما أنا خليفة؟ إذا واحد ما يعتقد بالرسول، شنو فائدة أثبت أن أمير المؤمنين عليه السلام خليفة رسول الله؟ يقول لك على العصر مو فارغ من عنده. فأكو في تراتب في القضايا المعرفية، كما أن هناك تراتب في القضايا الفقهية.
واحد يجي يقول لك ليش تسجد على التراب؟ أو واحد ينظر من المؤمنين ينظر إلى مخالف يقول ليش أنت تشفت في صلاتك؟ هذه الإشكال مو صحيح. ليش؟ لأن هذه قضية مترتبة على قضايا قبلية. أنا أسجد على التراب أو أسجد أو أزور الحسين عليه السلام وأزور أئمة أهل البيت عليهم السلام، هذا الحكم الفقهي، وأصلي بهذه الصلاة المعينة، لأني أعتقد أن مصدر تشريعي هم محمد وآل محمد صلوات الله عليه أجمعين. الله صل على محمد وآل محمد. فإذا تريد تناقشني يجوز السجود على التربة الأولى، هذا حكم فقهي مصدره أن أهل البيت عليهم السلام هم الموصلون لرسول الله أم لا؟ إذا أثبت أنهم هم الموصلون وهم الطريق إلى رسول الله بعد تنقطع الحجة ليش أسجد على تربة أو أسجد على غيره. كذلك هو هذا من ترى ناقشت ليش تشفت في صلاتك؟ ليش؟ قل لي أنا أتبع أرى من يوصل إلى رسول الله فلان وفلان وفلان. خوش، فإذا النقاش مع هذا مو ليش تسجد على التربة أو ليش تشفت، النقاش معه في رتبة سابقة، من هو الأولى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله صلى الله عليه وسلم. ففي رتبة سابقة في رتبة قبلية يحكوا عندنا القضايا متراتبة، لا تأتي النوبة في النقاش في مرتبة إلا بعد الفراغ من مرتبة سابقة. ولا يجي لك واحد منحد أو واحد مسيحي أو من أهل الديانات قل ليش النبي صلى الله عليه وآله متزوج أربعة أو أزيد من أربعة يتزوج؟ له خصوصية، شوف إن خصوصيات رسول الله على بقية الناس. هذا نقاش صحيح؟ أقول لي أنا أعتقد نعم، لو كنت أنظر وأعتقد في النبي أن له بعد بشري فقط مثله مثل غيره نعم كلامك، لكن أنا أعتقد في رسول الله في النبي أعتقد أن له بعدان، بعد بشري وبعد غيب إلهي، أعتقد أنه رسول من الله عز وجل. هذه الأوامر التي اختص بها ليست من عندي نفسي وإنما من عندي الله عز وجل. إذا أنا عندي بعدان في شخصية رسول الله، ما عامل بعد بشري وإنما أعامله بعد بشري وبعد غيبي إلهي. أنا أثبت صدقه بالدليل القاطع، إذا أثبت صدقه وقال قد ميز الله عز وجل. ليش ميز؟ يأتي الكلام الله عز وجل ليش يجعل تشريع ما يجعل، هذه مسألة أخرى. لك حق أن تناقشني له بعد غيبي ولا نعم، أما بعد الفراغ أن له بعد غيبي ما لك تعترض لماذا خصه الله ببعض الخصائص. هذه كل قضايا تترتب على قضايا قبلية. فإذا أكو في ترابط بين القضايا. الأمر الثاني هو أن وجوب المعرفة، هل يجب على الإنسان أن يتعلم معالم دينه سواء كان في المبادئ المعرفية أو في المبادئ الفرعية الفقهية أم لا؟ قالوا بالنسبة إلى الفقه نعم، لأن الإنسان بعد اعتقاده بالشريعة يعلم هناك أن أحكام موجهة إليه، فلا بد أن يفرغ ذمته من تلك الأحكام وطريق هذه الأحكام، إما بنفسه وهو عاجز أو قاصر، وإما بالتقليد أو الاحتياط أو الاجتهاد. إذا كان عندك واحد من هذه الطرق يجب عليه عقلا عشان تفرغ ذمتك من ذلك. لكن الأمور المعرفية شوف كل شيء بمقدار موزون في مذهب أهل البيت عليهم السلام. يجب على الإنسان أن يتعلم، لما يتعلم عقلا يجب عليك أن تتعلم. ذكر إلى ذلك وجوب المعرفة عشان الإنسان يتعلم، لولا ذكر أمران.
الأمر الأول دفع الضرر المحتمل، عشان يجب على الإنسان أن يتعلم معالم دينه. إنسان يجب على الإنسان أن يتعلم معالم دينه. لما نقول معالم الدين يعني النظرة، ما هي وجهة نظرتك التكوينية؟ وإيش تنظر إلى هذا الكون؟ تنظر نظرة مادية فوجودك لا غاية له، أو تنظر إلى هذا الكون نظرة إلهية، يعني مخلوق من حكيم وإن وجودك في هذا الكون لغاية؟ هذه الأسئلة التي تطرح على الإنسان، من أين أنا وإلى أين وما هي الغاية من وجودي؟ لابد يحدد الإنسان نظرة. طبعا بعض الناس تشوف العقيدة موجودة الحمد لله رب العالمين، هم يفصلون المناهج في المعرفة إلى مناهج عرفانية ومناهج فلسفية، ومخلوق بين هذين المنهجين التي يعبر عنها بالحكمة المتعالية. كل من المناهج الأمور المعرفية، واحد يشوف يعتقد بالحق بس تقول له جيب دليل، ما عنده دليل، بس يرى أن هذا الحق. فمن الأمور هي دفع الضرر المحتمل، هذه توجب على الإنسان أن يبحث كيف يعني بي ضرر محتمل. أكو عندنا، صلوا على محمد وعلى محمد، صلي على محمد. أكو عندنا قوة احتمال وأكو عندنا قوة محتمل. كيف يعني؟ تارة أنت طالع من بيتكم فرضا وضع من عندك دولار الدورة في المحفظة ما شايفه، وانت الآن قاطع مسافة 10 كيلو، وقفت في مثلا محطة بنزين، صار عندك 95% أن هذا الدولار طب وين؟ طب تلك المحطة. الكشف الاحتمال الكشف كم مقداره؟ 95%. لكن المحتمل ما هو؟ ضياع دولار. الكشف قوي لكن المحتمل والمنكشف أمر ضعيف، دولار ما تسوى أرجع 10 كيلو عشان دولار، لكن الكشف قوي جدا. هنا العقلاء لا يرتبون أثر، مع أن الكشف قوي والمنكشف، لأن المنكشف لا أهمية له فلا يعتدون بذلك الكشف، لا بالكشف ولا بالمنكشف. أما اللوق انعكست القضية، صار لا المحتمل أقوى من الاحتمال. لو جيت أخبرك واحد عندك ثلاجة بيها 100 صنف من الأطعمة، وقال لك واحد منها مسموم، نسبة احتمال السم في أي واحد منهم نسبة الواحد على كم؟ على 100. بل لا، هذا تعلم إن واحد مسموم، لو قال لك أحتمل احتمال بعد مو علم، أحتمل أن في هذه الثلاجة طعام مسموم، هذا الاحتمال وش تقيسه؟ لو بمقدار 10%، لو بمقدار 1%، الانكشاف 1%، لكن المنكشف جد خطير. المنكشف سام، يعني إذا صادف وأكلناه وش يصير؟ تلف الروح بعد، تلف البدن، تلف الحياة. العقلاء في هذه المقامات وإن كان الاحتمال ضئيلا جدا إلا أن المحتمل جد قوي. ليش؟ لأن يترتب عليه ذهاب الحياة. العقل يحكم بلزوم الاعتناء. لما تنظر الآن إلى قضية هذه الديانات، جاءت أنبياء وأخبرت بوجود إله، وأخبرت أن هذه الحياة ما هي إلا حياة امتحان، دار فناء، دار عمل، وتوجد حياة أخرى بها يجازى المثيء المطيع ويعاقب العاصي. وهؤلاء الذين أخبروا ناس صلحاء، لم يحد منهم الكذب، أخبروا يقينا، هذه حقائق تاريخية، ما في واحد
في هذا العالم كله يذكر أن يوجد قبل 1400 خرجت شخصية اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله يدعي النبوة. هذا حقيقة تاريخية ما حد يذكر هذا. الآن دعوة صحيحة لمصعد مرتبة أخرى، بس قطعا يوجد شخص ادعى النبوة اسمه بهذا الاسم، وعنده وصي اسمه أمير المؤمنين، وعنده أصحاب كذا وكذا. ما حد يذكر قضية مسلمة. كذلك قضية النبي إبراهيم، كذلك قضية النبي عيسى عليه السلام، هذه قضية تاريخية مسلمة. وجل الصلحاء وأخبروا أن هذه الدنيا دار امتحان، وأن الدار دار الحساب هي دار الآخرة. وش ترتب على دار الآخرة؟ إما نعيم وإما عذاب. وكل هذا من وين؟ بما كسبته كل يد إنسان. فإذا النتيجة هؤلاء الأنبياء الذين أخبروا، ولو كان إخبارهم يفيد احتمال فقط، احتمال، لكن الاحتمال معتد به ولا، حتى لو قلت كل ما هناك يفيدنا 10% 5% احتمال قولهم صادق، خب ما تقطع. لو أقول لك العباس احلف أنه أنك تقطع بالعدم، يقول احتمال، العقل ما ينسي احتمال، يقول إذا احتمال يكون والمحتمل جدا قوي، وهو إما حياة أبدية وإما عذاب. فيجب على الإنسان أن يحدد موقفه تجاه نظرته التكوين، اتجاه الكون. ولهذا طاعة كل إنسان، كمال كل إنسان بطاعة عقله. هذا مذهب أهل البيت عليهم السلام. يأتي لهم الملحد المجوسي، يناقشون، يحاورون، يناظرون، يثبتون الحق والحقيقة. ليش في خوف؟ ليش؟ لأن من المبادئ العقل، فهذا يثبت وجوب المعرفة. زين، شنو ثمرة الإيمان؟ أنا بحث عقدي بس، يعني ململم، يعني لأن الوقت بعد قصير وهذه ما نستطيع أن بل. شنو ثمرة الإيمان؟ مو الآن يجي واحد يقول أنت ما يخالف ثبتني الواحد يؤمن بالله، وجبت أن لابد أن يبحث عشان يعتقد. شنو فائدة المعرفة؟ ليش أنا أؤمن بالله؟ ليش لابد أن يكون عندي إيمان؟ ليش يكون لابد في دين؟ هل الدين أمر طلع على الناس، وإلا الناس خلقوا بدون دين؟ شنو الفرق بيني وبين الملحد؟ الملحد لا يعتقد بالله وأنا أعتقد بالله. الملحد تصيبه كوارث وأنا تصيبني كوارث. الملحد يمرض ويشفى والمؤمن يمرض ويشفى. إذن شنو فائدة الإيمان بالله؟ شنو فائدة الاعتقاد بالله بالدين؟ شنو فائدة الاعتقاد بيوم الآخرة؟ ما هو الذي يميزني؟ شنو الثمرات؟ هل الثمرة أنا؟ ماذا المادي يشكل هذه الإشكالات؟ شنو الفرق بين المؤمن وبين غير المؤمن؟ المؤمن تصيبه كوارث وينجو منها أو لا ينجو، والملحد كذلك تصيبه كوارث ينجو أو لا ينجو. شنو ثمرة الإيمان؟ شوف هذا انطلاقة هذا الإشكال، انطلاق نظرة مادية. اللي يقول أريد شيء محسوس أنا، شنو الثمرة؟ لأن أمر مادي. تؤمن بالغيب، يقول ما أؤمن بالغيب، أنا كل ما أؤمن الذي أدركه أؤمن به، أما الذي لا أدرك لا أؤمن به، إلا ما أشوف لا أؤمن به. الأمر الذي يخضع للتجربة، أما الغير ما أؤمن. أما الإيمان يقول لا، أكو عندنا أمور وجدانية مسلمة، أكو في عندك قوى نفس، عندك شعور، عندك روح، عندك قوة عاقلة، عندك قوة متنازعة، وكل قوة لها غذاء معين. غذاء العقل ما هي؟ المادة الفكرية. غذاء النفس المادة الخيالية.
غذاء البدن المادة التجريبية. شوف هذا الطعام يفيد البدن لا ما يفيد، اللي يفيد تاكله ما يفيد ما تاكله، هذا على التجربة. أما غذاء العقل أكل طعام له مادة فكرية، غذاء العقل المادة الفكرية. غذاء النفس المادة الخيالية المادة الشعرية. ولهذا تشوف صنع ترت المنطق لما يتعرض إلى الصناعات الخمس من ضمن الصناعات الشعر يعني الخيال، هذا غذاء النفس خيال. تريد تقنع نفسك بالخيال، تشوقها ترغبها كلها بالخيال، تكسرها تعطفها كلها بالخيال. جيب ميت الآن وخليه بغرفة أقول لك نام وياه، وأجيب لك ألف دليل عقلي على أن هذا الميت ما يسوي لك شيء. نام وياه بتنام، لو ألف دليل أجيب لك على أن هذا دليل عقلي على أن هذا مثل الجدار لا أثر له، بل الواحد يخاف من الحي ما يخاف من الميت. يمكن هذا يقوم حي هنا يضربني كذا، أما بعد ميت بعد ميت ما يفيد. لو ألف دليل ليش؟ لأن الكلام هنا مو مقام عقل، مو مقام نفي وإثبات. المقام كيف تقنع النفس؟ هذه النفس كيف خليه تقنع؟ بالشعر بالخيال. أصور له تصوير، أجيب له شعر، حتى تفعل نفسك. شوف في الحرب يجيبون أبيات وقصائد شنو مهيجة، أصلا ما له شغل لا بعقل ولا غيره، تخاطب النفس. يجيبون موسيقى معينة تهيج النفس، تخلي أصلا لا يرى، تشوف الدائرة منفعل. ليش؟ هذا غذاءها. جبل قصيدة عصماء يحرك نفسه، يحرك خيرته على وطنه على عياله على مذهبه، شوف ينطلق. أما الجبل أهدل العقل ولا يتحرك بعد. ويهد تريد تكسر النفس لما يدخل ثعبان الخزاعي على الإمام رضى عليه السلام، الآن يريد يبكي، كيف يبكي؟ في خيل نفس على غذائها. أفاضم لو خدت الحسين مجدلا، وجب لي تلك القصيدة حتى يبكي الإمام ويبكي من معه، هذا غذاء النفس. قوة الإنسان عنده. فما هي فوائد الإيمان؟ من فوائد الإيمان نذكر أربع فوائد. شنو الفرق بين الملحد وبين المؤمن؟ شنو فوائد الإيمان؟ من فوائد الإيمان؟ الإيمان أن الإنسان يعتمد على عقله، فلا يؤمن بأي خرافة عقلية. خرافة عقلية، ما أتكلم خرافات قصصية الآن، خرافات عقلية. كيف يعني خرافات عقلية؟ الإيمان المعتمد على العقل ينفي كل خرافة عقلية. شوف واحد يعبد بقرة على طول العقل يقول لك هذا إكس، ليش؟ لأن البقرة حيوان بهيمة لا يفتهم، أنت الذي تحركه، أنت الذي تدبر شؤونه، فكيف يصير هو ربه؟ عقلك ما يقبله. كيف يصير المنقاد الجاهل الذي لا فكر ولا عقل له رب من له فكر ورب من له عقل؟ شوف على يقول العقل لما ينظر، العقل السوي إذا اعتمد الدين الذي اعتمد على العقل ينفي كل خرافة وكل إيمان خرافي. كذلك هذا العقل ينفي خرافة أن الموجد عين الواجد. الآن هذا الكون مخلوق، هذا الكون مصنوع، ما كان ثم كان. اسأل الملحد، اسأل غيره، من الذي أوجد الكون؟ إذا كان هذا الكون لم يكن ثم كان، من الذي أوجده؟ إذا يقول لك هو أوجد نفسه، العقل يقول لك هذا أكس، ما يمكن أن الشيء هو الذي خلق نفسه، لأن قبل أن يخلق نفسه هو عدم، والعدم لا يمكن أن يؤثر، هو لا شيء، فكيف يؤثر شيئا؟ لابد أن يكون موجودا حتى يؤثر، والمفروض هو معدوم، فلا بد أن تفترض وجوده في أثناء عدمه، وهذا من المستحيلات.
أن يكون الصانع هو المصنوع، أن يكون الآخذ هو المعطي. من فوائد الإيمان بالله عز وجل، من فوائد الإيمان المعتمد على العقل، أن ينمي الأصول الأخلاقية. تضحية لبني جنس الإنسان يضحي، تضحية أمور يترتب عليه ألم، يترتب عليه تلف النفس، يترتب عليه الحرمان. شوف واحد يضحي في سبيل مجموعة، يقدم نفسه مثلا عن ظالم، يقدم نفسه في معركة، هذه تضحيات، هذه أصول أخلاقية. هذه التضحيات لا يفعلها، الدين يقوي هذه المبادئ والسلوك، ينمي السلوك الأخلاقي. كيف ينمي؟ لأنه يعد عليها ثوابا، سواء في الآجلة أو في الآخرة. يقول صحيح أنت تصيبك خير، يصيبك آلام من هذه التضحيات، لكن لك عوض عند الله عز وجل، يعطي مكافأة، يعطي مجازات. أما للملحد يقول شنو داعي أنا، النتيجة شنو يعني؟ قدمت وما قدمت شنو؟ أتلف نفسي، أقدم نفسي على غيري ليش؟ أتحمل آلام غيري ليش؟ فما في أمر ينمي تلك الأصول الأخلاقية، الدين لا ينمي تلك الأصول الأخلاقية. كذلك من فوائد الدين أنه يعطي حصانة للأمور الاجتماعية. أمور اجتماعية، علاقة الزوج بزوجته، علاقة الولد بأبيه، علاقة الفرد بمجتمعه. ما يجوز لك تظلم، ما يجوز، ليش يقويها؟ لأن الشرع يعد عليها عقاب، يخليك ملزم حتى لو كنت أنت بمفردك. أنت هذاك الضعيف بمفرد، ما حد بعد وياه، لكن تعلم أن هناك رقيب عليك، ما يخليك تفتك. أما الملحد وغير المادي يقول أنا بعد ما أظلم. صحيح ما تظلم، ليش ما تظلم؟ قال عشان يصير مصلحة عامة. زين ليه ما صارت مصلحة عامة تظلم؟ ماكو مانع عنده تنظيرا، ماكو مانع عنده. أما المؤمن بالإيمان الحق يقول نعم، لا تظلم لا صغيرا ولا كبيرا، وإن كنت أقوى، وإن لم تترتب عليك مصلحة أو مفسدة، ما يجوز لك تعتدي على الآخرين. هذه يثبتها الدين. الدين كذلك من فوائده يعزل ويفرز الأمور العنصرية والقومية بين البشر، يجعل الناس كسواسية كأسنان المشط، لا تفرق بين أبيض ولا أسود ولا ولا ولا، إلا بالتقوى، إلا بالقرب إلى الله عز وجل، إلا بالمعرفة. هذا ما أردنا بيانه، وأعتذر على الإطالة، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.